السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أعمل اللوجو بتاعي إن هو يتحرك حركة بسيطة، فأنا ممكن أبدأ أسحبه للشريط اللي تحت، تقدر تكبره وتصغره زي ما أنت عايز من خلال المقابض الموجودة بالشكل دوت. طيب دلوقتي أنا هخش على الأنيميشن وأروح داخل للأنيميشن وأقول له كاستم وأبدأ أضيف الكاستم بتاعي بالشكل دوت. مفيش حاجة حصلت لأن أنا لسه مديتهوش أي أرقام خالص. طيب هاجي هنا وأروح قايل له ان الويتس بتاعي هيبقى 0 مثلا او 1. هيبقى بالشكل دوت. طيب بعد شوية ممكن اروح ضايف واحد تاني، تمام، واروح مرجعه للرقم الاولاني. يعني هو الاول كان 5321. اجي هنا وأضيفه بالشكل ده. طيب تعالى بقى نشوفها كفيديو بتشتغل ازاي. اهو فيبقى في حركة في اللوجو. طبعا ممكن تعمل سيلكت وتكرره اكتر من مرة لو انت حابب. ممكن تعمل التلاتة دول مثلا كوبي وتروح محركهم بالشكل دوت.